كان عودة إلى حوارنا عن صناعة الأساس في مصر ومشكلتها. كنا نتحدث مع ضيوفنا واللي بعرفهم تاني لينا الأستاذ عبد شولح عضو غرفة صناعة الأثاث. أهلا بك مرة أخرى فندم. أهلا بيك. وأيضا الأستاذ إيهاب رياس رئيس المجلس التصدير للأثاث. أهلا بك حضرتك فندم. وهعود لان في نقاط يمكن كانت محتاجه لشرح من استاذ عبده, وهي فكره حضرتك تحدثت عن دمياط ان مش هي فقط هي اللي في التقرير, لكن هناك بعض الحاجات اللي ما بيجيبهاش التقرير, وهي فكره الصناعات الجديده والاساليب الجديده في الاساس, وان التصدير معظمه على موضوع الانواع الكلاسيك من الاساس. هو التصدير معظمه طبعا على المنتج الكلاسيك, بس طبعا في شق مودرن يعني. بس الفكره لما كنا بنتكلم عن التقرير ان في وجه تاني لدمياط, مش هو الصناعات الصغيره فقط, لا في مصانع كبيره, والمصانع الكبيره دي بتشغل الورش الصغيره. ففي مصانع وبتشتغل باعلى تكنولوجيا موجوده وعندها انتاج متطور, وبتقدر تواكب السوق العالمي مش بتواكب السوق المصري فقط. فلما نقول ان النهارده ان المنتج المصري عنده مشكله, او المنتج الاساس المصري عنده مشكله في مواكبه السوق في مصر, اعتقد ان ده از نوت فير يعني. انا لو اقارن شيء بشيء, لو احنا بنتكلم على المنتج المستورد من الصين او من تركيا تحديدا, ده انا بتكلم على شغل فيه شويه از نوت ناتشورال يعني, مش طبيعي. في حاجات الخامات مش طبيعيه, فيها جزء لامينيشن واتجاه تاني. لو بنتكلم في الناتشورال فلا, يبقى المنتج المصري يكسب في الجزء. طب انا هسأل حضرتك سؤال, هل من الطبيعي ان انا يبقى انا عندي تصدير من الخامات بتاعتي وتصدير من منتجاتي من الاساس لدول العالم كتير, وبنافس بره في الكلاسيك, وفجأة بلاقي في استيراد من الانواع المودرن للسوق المصري؟ يعني هي فكرة, هل ده يعتبر خطأ, هل ده يعتبر عدم تخطيط جيد هذه الصناعة؟ انا جاي لحضرتك في ده, لان احنا عندنا مشكلة. المنتج اللي بيخش مستورد, احنا عندنا بنستورد تقريبا بمليار ومتين مليون جنيه مصري بنستورد موبيليا من بره, فتقريبا ده رقم كبير بالنسبة لصادراتنا يعني. احنا بنصدر تقريبا باتنين مليار وربعمية, فالرقم طبعا يعني مش منطقي يعني. فلما نيجي ندور في ايه المشكله في الاساس, احنا انا عندي منتج بيخش جوه مصر, لما بنيجي ندخل اي خامات, اي منتج, اي لوازم مستلزمات انتاج بتخش, انا بجمركها ب 100%. انما لما باجي ادخل منتج نهائي, انا المستورد بيدخل فاتوره غير الفاتوره اللي هو شاربها في الاصل, وبناء عليه بيجمرك اقل. طبعا بيجمرك بقيمه مختلفه تماما. نرجع للجزء الاساسي في الموضوع. طب اعيد الحته دي يا فندم عشان يمكن المشاهد يفهمها. حضرتك لما بتدخل مستلزمات الانتاج بيتحط عليك ضريبه 100%؟ لا, بجمرك على قيمه الفاتوره 100%, انما في ضريبه. الضريبه دي في حاجات بيتحط عليها ضريبه على حسب الاتفاقيات التجاريه. انما الضريبه انا بدفع ضريبه على واقع قيمه الفاتوره بالكامل. انما المنتج اللي المستورد لما بيجيب منتج نهائي بيغير قيمه الفاتوره. سي مثلا لو هو عامل فاتوره ب 30,000 يورو بيعملها ب 5,000 يورو بناء عليها بيتم الجمارك. طبعا لو اتكلمنا الكلام ده هيقول لك هات لي ما يثبت, او هات لي حاجه مثيله. انا مش دوري ان انا انزل على الارض واجيب حاله او اروح استورد عشان اثبت حاله واثبت جريمه عليا. فلو انا اتكلمت في كده مش هقدر اثبت حاله, بس ده فعلا واقع موجود. بس هو في حاجه هنا بيتم التعامل معها, ويمكن هروح لي كمان استاذ ايهاب, وهي فكره لما انا بتعامل مع الفاتوره بيبقى في حاجه اسمها تكلفه الانتاج العالميه لصناعه الاساس. على اساسها بحط هامش ربح وبقيم السعر. يعني لو انا بشتري مثلا من حاجه من بره, طبعا انا عارف حضرتك يعني رئيس المجلس التصديري, بس خلينا واقعيين. احنا دلوقتي بصدر بشكل اللي هو الجزء الكلاسيك وجزء بسيط جدا مودرن زي ما قال استاذ عبده. انا دلوقتي يبقى انا بخسر سوقي الاساسي في مقابل الاسواق الخارجيه. انا بس عايز ارجع الحاجه للتقرير, بس حابب اوضح عشان ارد على سؤال سيادتك. التقرير بيتكلم على صناعه الاساس, هي يعني هي موجوده بقوه جدا طبعا. من اكبر مراكز الانتاج الاساس هي في دمياط, لكن صناعه الموبيليا موجوده في كل حته في مصر, في جميع, من الصعيد لبحري الاسكندريه يعني في جميع المناطق الصناعيه الجديده, من العاشر رمضان, سادس من اكتوبر, في جميع المناطق, حتى في المدن الصغيره هتلاقي تمركزات صناعه اساس. ودي ميزه, احنا يعني الصناعه دي يعني ما تلاقيش صناعات ثانيه ممكن تلاقيها في كل حته على مستوى الجمهوريه, بتلاقيها دايما متمركزه في حته.
الحاجة التانية أعداد العمالة أو العمالة اللي شغالة في الصناعة هي أعلى من الرقم اللي اتقال في التقرير. إحنا تقريبا عندنا 600 ألف عامل شغالين بصفة مباشرة في صناعة الأساس، غير تقريبا حوالي 400 ألف ل 500 ألف بطريقه غير مباشره اللي هي في الصناعات المغذيه لصناعه الاساس، الصناعات الصغيره المغذيه لصناعه بالظبط. مصانع اللي هي زي مصانع الغيره، مصانع الكيماويات، مصانع الاسفنج، كل المصانع اللي هي مصانع الاقمشه، المصانع اللي بتغذي لصناعه الاساس. الحاجه في يعني انا عايز برضو اعلق على حاجه الحاج عبد الشلوح قالها في قصه الاساس اللي جه من بره. احنا في كثير من الاحيان مسكنا حالات وقدمناها ادي الاثبات ان في تلاعب في المستورد. احنا صحيح كمجلس تصديري بنهتم دورنا الاساسي ودورنا الاول المنديت نمره واحد، لا احنا بنعمل على زياده صادرات الاساس لجميع دول العالم، لكن ما ينفعش ننعزل عن السوق المحلي. احنا برضو مهتمين بالصناعه بتاعتنا ولازم نهتم بالسوق المصري، لان مش ممكن هبقى صناعه قويه بنافس بيها في انحاء العالم وانا ضعيف داخليا. فلازم ابقى قوي جدا داخليا واقدر انافس كل ما هو جاي لي من بره علشان اعرف انافس بره مصر. ما ينفعش ابقى مش هقدر ابقى قوي وانا ضعيف جوه. فأسباب اللي أنا ضعيف جوه دي ليها أسباب كتير، منها طبعا أنا بنسميه هو احنا نقدر نقول إن احنا ضعفاء في الداخل ولا احنا مش يعني مش مستحوذين على نسبة كبيرة من الداخل؟ لا مش مستحوذين نسبة كبيرة، وده ليها أسباب. ليها أسباب إن هي نمرة واحد اللي جاي من بره جاي باتفاقات تجارية حرة، مثلا زي حالة تركيا، ودي اكثر حاله يعني واضحه جدا ان فيها في عندنا مشكله مع هذه الاتفاقيه. والشركات اللي بتيجي بتنافسنا في السوق المحلي واخده دعم، انا معايا دراسه هنا يعني واخده دعم من بلادها من حكوماتها ان هي عشان تيجي تفتح محلات ومراكز توزيع في خارج تركيا. قصدي حضرتك ان هو ممكن يكون ماشي باستراتيجيه ان هو ممكن يخسر في السوق دلوقتي لمجرد ان هو لا لا يحط مكان. لا 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 اقصد كده، انا اقصد ان هو علشان يفتح يجي يفتح مراكز توزيع لمنتجاته الحكومه التركيه بتدعمه بدعم مباشر في فتح المحل وتكلفته وتكلفه العاملين فيه، من لو حتى جبت اتراك هنا يشتغلوا في المحلات دي. ففي انسنتيفز اللي هي الحوافز اللي بتقدمها الحكومه التركيه للصناعه، حوافز انا ما اقدرش انافسها النهارده. فاحنا عندنا مشكله اتفاقيه التجاره الحره ان بتاع تركيا دي، ان احنا النهارده هم بيدخلوا الاساس تقريبا بدون جمارك، بيدخلوا مصر الاساس التركي بيدخل مصر بدون جمارك، مع ان هم اقوياء جدا ومع كم نسبه 5% ما زالت موجوده يعني رقم قليل حوالي من 5 ل 8%. يعني هم بيدفعوا جمارك حوالي 5 ل 8% على الاساس، مقابل ان هم الحكومه دعمهم دعم مباشر، الحكومه التركيه دعمهم دعم مباشر في 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 عديد من النقاط، من وكم ده مش جديد، كم ده بقى 10 سنين شغالين عليه. فاحنا مشكله برضو الاساس الصناعه المحليه المراكز التوزيع، احنا عندنا قصور في مراكز التوزيع، ما عندناش اللي هي الريتيل ستورز كبيره زي مثلا ما تلاقي الماركات اللي حضرتك بتسمع عنها في السوق كل تلاقي الكبار قوي اللي بياخدوا 4000 متر معارض في كل حته، في كل مول بيفتح بتلاقي دايما اسامي اجنبيه. الصناعه المحليه وانا عندي المشكله دي دلوقتي وعارفها، عنديش مراكز توزيع، وبشوف في بعض الاحيان يمكن في المولات الكبرى وبعض الهايبر ماركتس الموجود في مصر بنلاقي صناعات الاساس وبعض التخفيضات على صناعات الاساس في بعض الاقسام مش منها ان موجود الاساس المصري، وبالتالي يبقى الخطا مش عند هذه المولات او هذه المراكز او مراكز التوزيع دي، لكن انا اللي عندي المشكله. ده حقيقي، واحنا القصه دي اتكلمنا فيها بقالنا تقريبا 8 سنين بنتكلم فيها، وطلبنا من الحكومه ان هي نعمل ما يكون سميناها الفينيتشر سيتي، وكنا مدينه الاساس كنا مخطط لها يعني كام ده 2008 تقريبا، لان كنا عايزين حته ارض في في في, في منطقه القاهره الجديده. بعد طول انتظار خصصونا حته ارض في بدر. بدر طبعا يعني ما ينفعش اروح اعمل مدينه اساس على بعيدا عن جميع الكتل السكانيه، يعني ما مش هتبقى مجديه. فاحنا داخل الكتل السكانيه حضرتك عارف ان احنا عندنا مشكله طبعا في فكره النقل، بمعنى ان الاساس من نوع لحاجات هيبقى فيه دخول وخروج وشاحنات ومفروض عربيات نقل، موضوع لازم له دراسه، صعب انت تحطه جوه كتله سكانيه. بس احنا بنفتح الملف ده تاني، يعني اليومين دول احنا بندرس تاني
القصه بتاعت الفينيتشر سيتي، عشان ده المخرج عشان نبقى اقوياء لازم يكون عندنا مراكز توزيع للصناعه المحليه. لكن مع اللي احنا بنقول يا حكومه، الـ 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 الناس اللي بتدخل لنا، الواردات اللي دخلنا دي احكموها، احنا ما بنقولش وقفوها، احكموها، تدفع جمارك صح، تقدم فواتير مظبوطه، تتفحص طبقا للمواصفات القياسيه المصريه اللي انتوا بتطلعوها بتفرضوها على الصناعه المحليه. يعني حضرتك بتطلب عداله المنافسه. عداله المنافسه، لكن لا، ما بطلبش وقفوا وما توقفوش، كله اللي عايز يدخل يدخل، بس يدخل صح بفاتير مظبوطه بنفس المواصفات اللي هي الحكومه الزماني بيها. هيئه مواصفات الجوده طلعت مواصفات قياسيه مصريه اعلى في بعض بنودها، اعلى واقوى من مواصفات اوروبيه، وبتلزم بيها النهارده الصناعه. في نفس الوقت ان كل الواردات لا تخضع للرقابه. ولا المواصفات؟ لا تخضع للرقابة على هذه المواصفات. فممكن يجي بضاعة رديئة، وده طبعا ده بيحصل، وبأسعار واطية جدا، وأساسا بيقدموا فواتير أقل كثيرا من قيمتها، مع الدعم المادي والبرامج التحفيز اللي هم أساسا هذه الشركات واخدها من حكوماتها، لو كان في الصين أو 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 أو, أو في تركيا. طيب تمام. دلوقتي وانا بتكلم عن دمياط، وحضرتك يمكن فتحت في هذا الموضوع، ويمكن كمان استاذ ايهاب بيتكلم على فكره ان صناعه الاساس بالتحديد مش مرتبطه بدمياط، يمكن دمياط مستحوذه على النسبه الاكبر 70%، لكن مشكلتنا مشكله ان احنا ما بنعرفش نعلن عن منتجنا. يعني موجود وبيطلب سواء الكلاسيك وجزء من مودرن، وبيتصدر ونسبه مش قليله، ومش عارف الرقم كام استاذ ايهاب تقريبا حجم صادراتنا. صادراتنا 2013 كانت 2.4 مليار جنيه. 2.4. طب اذا انا كنت بصدر ب 2.4 مليار، معنى كده ان في اقبال على هذه الصادرات من الخارج. لكن احنا ما بنعرفش نعلن جوه، بمعنى منتجي المحلي واضح ان هو مواصفته جيده ويتم الطلب عليه، يوجد طلب عليه في الخارج، لكن احنا ما بنعرفش نسوق لنفسنا داخليا. هي دي مشكله اساسيه فعلا، وبنشتغل عليها في الوقت الحالي. بس قبل ما نخش في الحته دي لازم نحدد المشكله ونصنف الناس. يعني انا لما اجي اتكلم عن الورش الصغيره والمتوسطه في دمياط لازم احدد ان ده ليه مشكله، والورش الصغيره لها مشكله غير المشكله بتاع الورشه المتوسطه. النهارده الورش الصغيره بتشتغل مع التاجر، التاجر اللي هو بياخد منه المنتج بيورد لي، بيعمل له فينيشنج وبيبدا يورده، بيعمل له فينيشنج عند حد تاني، وبناء عليه بيبدا يعرضه، وبناء عليه بيقدر يبيعه. في الفتره اللي فاتت، في الثلاث سنين اللي فاتوا تحديدا، في ظل الظروف الراهنه والطرق والامان والسكه دي، كان زياره العميل لدمياط صعبه. يعني مع الطريق والكلام ده كان زياره العميل لدمياط صعبه، فده اتأثر بشكل لحظي. اما النقطة التانية لما نيجي نتكلم على الورش المتوسطة اللي هو عنده استعداد للتطور وانه يعمل اد للماكينات اللي عنده ويحدث نفسه، الناس دي عندها استعداد، بس طبعا عاوزة دعم، والدعم ده عاوز يبقى دعم مباشر، يعني يبقى دعم واضح، مش دعم فني بس، لا، يبقى دعم فني وحد على الاقل يبقى بالنسبة له مثل. النقطة الأساسية بالنسبة لنا برضو اللي هي هوضحها لحضرتك، أنا المنتج اللي حضرتك بتقوله إن إحنا بنصدره بنبيعه مثلا لإيطاليا، أنا بطلع منتج من عندي ببيعه لشركة إيطالية، لو أنا بصدره مثلا سي إكس هو بيبيعه بيضربه في 7 تايم و 6 تايم. هو ست أو سبع مرات. هو بيضربه كده، بس هو عنده الميزة النسبية اللي مش موجودة عندي، هو عنده براند. هو عنده براند اسمه ميدن إيطالي. هو عنده براند اسمه ميدن إيطالي، أنا ما عنديش البراند ده. هو ده اللي ممكن النهارده نتكلم عليه، انا النهارده ازاي اعمل براند لمصر. البراند المصري ده موضوع مهم جدا، وتقريبا القطاع خاض في مرحله 2008 2009 2010. بعد 2010 الكيرف نزل تاني. المفروض ان انا ااكد الاول ان انا موجود، ويبقى في حجم شركات، وحجم الشركات دي تظهر، مش لازم ان انا اطلع حجم كبير، بس عدد شركات ثابت بيظهر بشكل دايم في مجموعه من المعارض، ويحدد يقول ان احنا مصريين وموجودين وبنقدر ننتج المنتج ده. في الحالة دي انت هتستقطب سوق كبير جدا، وبالتزامن مع ان انت عندك ميزة نسبية ان انت قريب من اوروبا. احنا الشحن من عندنا لاوروبا بياخد 3 ايام، الشحن من الصين لاوروبا بياخد 35 يوم و40 يوم. فلما اتكلم من الشحن من مصر لاوروبا ياخد 3 ايام، فاي مستثمر اجنبي النهاردة الماني او ايطالي عاوز يعمل مصنع، عاوز يعمل شراكة، او عاوز ياخد منتج، انا بالنسبة له اسهل كتير. يقدر يطورني ويشتغل معايا لو هو حابب ده. بس انا عندي الميزة النسبية اللي حضرتك بتتكلم عليها في البداية، هي ايه الميزة النسبية عندي؟ الهاند كارفينج بس،
ده دي العماله بس؟ لا مش العماله بس. It's not enough يعني. انا محتاج اشتغل على حاجات تانية. النهارده لو عندي مستثمر جاي من بره عاوز قطعه ارض عشان يستثمر عليه. دي فين؟ مشكله الارض. مشكله الارض في مش زي. في كذا صناعه على فكره مشكله. في كل الصناعات. مشكله الصناعه موجوده. النقطه الثانيه انا مش عاوز استثمر اليد العامله بس، انا اليد العامله عندي دي لها قيمه وعاوز اعليها وعاوز اطورها وعاوز ادرب. انا عندي مشكله ثانيه اهم من ده كله، التعليم. انت هتعلمني، انا عاوز ابني يطلع مهندس، بس انا محتاج ابني مش مهندس، انا محتاج ابني في حته في مكان في الورشه بتاعتي الصغيره اللي هي بحجم صغير، عاوز اعلمه يعني ايه نجار، عاوز اعرفه يعني ايه الكلام ده. النهارده في عندنا مدرسه في دمياط اسمها مبارك كول، كانت ماشيه كويس، وفي السنتين الاخيره برضو الكيرف نزل تاني. اذا احنا محتاجين تفعيل لكل المبادرات اللي حصلت قبل الثلاث سنين ده فيما يتعلق بصناعه الاساس وكل الصناعات. طبعا احنا حاولنا، انا بشكر حضرتك طبعا استاذ عبد شوله عضو غرفه صناعه الاثاث، وبشكر ايضا الاستاذ ايهاب درياس رئيس المجلس التصدير للاثاث، شكرا لوجودك معنا. احنا حاولنا طبعا نستطلع اراء العاملين في هذه الصناعه حول ما يرونهم من مشكلات وما هو ما هي اساليب التطوير المطلوبه في الفتره القادمه، ويمكن لخصنا من خلال الحوار الضيوف ان المشكله ليست في الانتاج، المشكله هي في التسويق، هي في ايضا الاراضي، مشكله ايضا في فكره ان يكون هناك مدينه للاثاث.